هسه نكمل. هسه نشرح النيوروبلاستوما. النيوروبلاستوما هاي مهمة، لازم نفرقها عن شنو؟ عن النفروبلاستوما اللي هو الورمز تيومر. ذولا يشابهون، اكو يعني نوع من التشابه بيناتهم، لازم نفرق. شلون يجي ابو النيوروبلاستوما؟ النيوروبلاستوما طبعا هاي مين هذا التيومر؟ هاي جاي من النيورال كريست سيل. الاوريجين مالتها الامبريولوجي من النيورال كريست سيل. تشبه حقيقة يعني كأوريجين مالتها تشبه الميدلوبلاستوما، تشبه الميدلوبلاستوما زين بالأوريجين، حتى بالهيستوباثولوجي يشابهن زين. فجاء من النيورال كريست سيل زين. ذول عادة الدياغنوسز مالتهم يعني المين ايج اوف دياغنوسز هو سنة سنتين، يعني ذول يجون عادة جوا السنتين، جوا الثلاث سنوات، سنة سنتين أقصى شيء ثلاث سنوات عادة. ما يجون يعني عادة ما يجون بالأعمار الأكبر، يعني يجون بالصغار. ذولا يجون بالصغار سنة سنتين ثلاث سنوات أقصى شيء. وطبعا هذا التيومر هو كومن، وهو يعتبر this is the most common malignancy in infants. يعني هسه أني overall إذا جمعت كل الأطفال الانفنتس عمرهم 3 أشهر 5 أشهر 6 أشهر ولقيت عندهم solid malignancy، This is the most common malignancy of infants. زين احنا صح قلنا الموست قلنا بالبيدياتريك، احنا حكينا بالاطفال بشكل عام. نعرف احنا الاطفال هو بيهم multiple age groups، يعني neonates infants و toddlers و preschool و school aged و adolescent. هذا البيدياتريك in general قلنا الموست كمان هي اللوكيميا، بعدين البرين تيومر، بعدين اللمفوما. هاي هذا in pediatric age groups in general كل البيدياتريكس. لكن من نجي للإنفنسي for example بالتحديد this is the most common neuroblastoma. زين احنا هسه مثلا اللوكيميا ما تجي بالإنفنسي، تجي عادة اللوكيميا فوق السنتين، مو سنتين إلى 9 سنوات 10 سنوات عادة الأيجي برزنتيشن مع الALL for example، ما تجي بالإنفنسي. إنفنسي إنفنت وعدة تيومر this is the most common in infancy. وتعتبر أما من نحكي عن إحنا طبعا اللمفوما اللوكيميا العفو اللوكيميا it's a hematological malignancy. أما من نحكي عن solid tumor همينة يعني تعتبر the most common extracranial solid tumor of childhood. هسه إذا قلنا الانفنسي it's the most common، لكن إذا حكينا عن childhood يعني خل نقصد عادة من سنة إلى 5 سنوات يعني هذا الايج، طبعا هو البرين تيومر الكرانيال يعني البرين تيومر هي مور كمان خلال هاي هذا العمر، يعني من سنة إلى 5 سنوات. يعني هسه أنا جوا 5 سنوات زين أكيد البرين تيومر يعتبر مور كمان. هسه بالإنفنسي النيوروبلاستوما هي الموست كمان، لكن بالتشايلدهود أقصد مثلا خلينا نقول جوا الخمس سنوات الكرانيال اللي هي البرين تيومرز مور كمان. هذا يجي وراء extracranial the most common extracranial solid tumor، يعني مو بالكرانيوم مو بالبرين، لا هذا لأن نيوروبلاستوما ما تجي بالبرين، تجي peripherally. هسه راح نشوف، فحتى ما ادوخكم يعني هاي extracranial most common ما ادري شنو. بالانفنسي طفل infant واجا عدة تيومر هذا عادة هو الموست كومن زين. وهي شنو تعتبر extracranial ما تعتبر داخل البرين، هي البرين تيومر cranial هذولاك. طبعا اكيد البرين تيومر مور كومن دان هاي كchildhood overall، ما جاي يعني كchildhood overall اكيد احنا البرين تيومر مور كومن، هذا extracranial most common كchildhood. تمام. المين ايج هو 20 months، يعني سنة الى سنتين. تمام. فيجون بالصغار، يعني من تسمع انفنسي تفكر بالنيوروبلاستوما، لا تدوخوا نفسكم هاي الموست كمان اكسترا كرانيال وما ادري شنو، بس هي واضحه ترى زين ذاك كرانيال هذا اكسترا كرانيال لانه بريفرال زين. وسوليد جاي احكي عن كلمه سوليد ما جاي، فيعني احاول ابتعد عن شنو الهيماتولوجيكال، لان ذا نيتش اكيد اوفر اول بالتشايلدهود ذي ار مور كومن زين. فهذا most common extracranial and solid tumor of childhood، يعني حتى specific then the terms زين.
ذولي عادة هو سبورادك، بس ممكن شي يكون positive family history. راح نشوف ممكن يتواجد ويا يعني certain conditions، هسه نشوفها. لكن هو عادة مسكملي سبورادك. زين، شلون يجي abdominal pain or mass؟ يجي على شكل يجي abdominal pain ويجي mass، وهاي الماس هم راح نشوف بيها في the specific characters. for example انه كان cross the midline، يعني مثلا عندنا بالright side right sided mass. زين، ممكن تعبر الميدلاين وتروح للليفت. زين، عكس النفروبلاستوما اللي هي الوولمزي تيومر كان نوت كروس ذا ميدلاين. الوولمزي تيومر اللي هي النفروبلاستوما كان نوت كروس ذا ميدلاين، بس الوولمزي تيومر يجي باي لاترال فور اكزامبل، ممكن يجي باي لاترالي، يعني يجي بالرايت ويجي بالليفت. هاي النيوروبلاستوما لا، مثلا هي تجي يوني لاترال بالرايت، بس تقدر تعبر الميدلاين وتروح للليفت. هاي الفكره. زين، نلقاها عادة بالفلانك على شكل hard smooth non tender mass. طبعا في mass non tender non painful هي، وشنو نحسها بالفلانك region، لأن هي ليش بالفلانك عادة؟ لأن هي وين هذا؟ هذا the tumor of what most commonly هو tumor of what tumor of the adrenal medulla most common. هسه راح نشوف هو يطلع من different tissues. ممكن هو يجي من النيورال كريستال. النيورال كريستال من الأشياء اللي تنطيها بالإمبريولوجي تعطيني الأدرينال ميدلا. النيورال كريستال تعطيني هواي أشياء متعلقة بالسمباثيتك نيرفس سيستم، مثلا الأدرينال ميدلا. احنا نعرف ان الأدرينال احنا هاي الكيدني، شلون كيدني، هاي الكيدني. زين، وفوقها الأدرينال ميدلا، عفوا الأدرينال جلاند. ونعرف ان الادرينال جلاند بيها كورتكس وبيها ميدلا، تمام. هذا هو الكورتكس والميدلا بالنص. هاي الادرينال ميدلا هي جايه من النيورال كريستال، وهمينه لها علاقه يعني ترتبط عملها ويا السمباثيتك نيرفس سيستم، لان نعرف هاي هم تفرز ادرينالين ونور ادرينالين جست لايك ذا سمباثيتك نيرفس سيستم. زين، كانه الادرينال ميدلا عباره عن سمباثيتك جانجليا يعني، فمرتبطة. فهو هذا tumor of sympathetic ganglia، مثل شنو؟ مثل الأدرينال ميدلا. فممكن يطلع من الأدرينال ميدلا، وهذا يمثل شنو 45% of cases. يعني هذا أدرينال جلاند أدرينال ميدلا 45، بس بالتحديد ميدلا مو من الكورتكس، تطلع من الميدلا، تمام. ممكن 25 in the retroperitoneal sympathetic ganglia، هي هذا التيومر تقريبا 60-70% هو يجي بالأبدومن، تمام. هذا 60-70% من الأبدومن، 45% أدرينال ميدلا، 45% أدرينال ميدلا، و 25% تقريبا زين اللي هي شنو، اللي هي retroperitoneal sympathetic ganglia. احنا نعرف انه اكو احنا عندنا السبينال كورد، زين، باراسبينال ايش اكو sympathetic ganglia يعني تحيط بالسبينال كورد. زين، فمن بالريتروبريتونيال ستراكشر بالابدومن هي تمثل 25% من الكيسز. راح نشوف انه بيها في شيء هسه نحكي بعدين. المهم هسه 60-70% هي بالابدومن، most commonly adrenal medulla، وممكن بالsympathetic ganglia اللي تحيط الspinal cord بالretroperitoneal. بعد ممكن يجي وين الsympathetic ganglia، ممكن تكون يعني abdomen، وممكن هي اللي هاي يسموها paravertebral sympathetic ganglia، اكو بالchest اكو بالneck. زين، مو صح هذا الspinal cord، اكو هنا اذا شايفيها هاي sympathetic ganglia تحيطها. زين، تحيط، فممكن يطلع من ذني، يطلع من ذني، وممكن حتى تسوي spinal cord compression، فممكن تطلع بالchest أيضا بالneck. زين، بيها في شيء كلش مميز إنه هذا paraspinal tumor كان invade the foramina and cause compression، whereas Horner syndrome sometimes is seen in neck or apical masses. بيها في شيء كلش مميز، هذا التيومر مرات إيش يطلع؟ يطلع مو من الجانجليا، يطلع من الجانجليا، تمام، ويسوي invasion للانترفيرتبرال فورامينا مثل ما تشوفوا. فشي يسموه
شي يسموه دمبل، دمبل نيوروبلاستوما. شوفوا شكله just like the dumbbell اللي يستخدموه بالرفع الأثقال، يعني هذا الدمبلس ما أدري شو يسموه. تمام، إذا هذا دمبل، إذا تذكروا هذا الشكل بعد ما تنسوا الدمبل تيومر نيوروبلاستوما، إذا طلعت من البارا فيرتبرال وانفيدد ثرو ذا انتر فيرتبرال فورامينا وسوت لي سباينال كورد كومبريشن، تجي أعراض سباينال كورد كومبريشن. هاي هي البارا فيرتبرال، هاي ممكن إذا بالتشست وبالنك مو تطلع تضغط على السمباثيتك يعني جانجليا بالتشست والنك، ايش تعطيني هورنر سيندروم، اللي هو شيء يصير عندهم جماعه الهورنر سيندروم، يصيرون يعني مايوسيس توسيس ذات از مايلد، مايلد توسيس مو مثل التوسيس ابو الثيرد كرانيال نيرف بالسي، مايوسيس توسيس ان هايدروسيس، ان هايدروسيس. تمام، يعني مايوسيس شنو يعني مايوسيس؟ يعني البيوبل شي يصير، يصير كونستركتد بيوبل. ليش؟ احنا نعرف السمباثيتك هو يسوي بيوبلاري دايليتيشن، زين انضغط هذا السمباثيتك وما دا يشتغل هورنر سيندروم، اللي تيومر ضغط عليه ووقف السمباثيتك، فبعد ماكو دايليتيشن شي يصير مايوسيس ويصير توسيس، وايضا ان هاي لاك اوف سويتنج، لان السمباثيتك ايضا ممكن مسؤول عن السويتنج. زين فيجون هذا وين؟ بالنك وبالابيكال ماسز. يعني اذا اجى توسيس ان هايدروسيس مايوسيس افكر هذا وين؟ بالنك. زين ضاغط على السمباثيتك جانجليا عند النك، اجى ابدومينال بين ابدومينال ماس افكر هذا ادرينال ميدلا ريتروبريتونيال ممكن ايضا. زين هذا شو الاشياء اللي مميزه؟ طبعا احنا نعرف انه هذا اتس ا تيومر اوف ذا ادرينال ميدلا، ونعرف الادرينال ميدلا تفرز شنو؟ كاتيكول امينز. يعني شنو؟ يعني ذني اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين والميتابولايت مالتها، موستلي هي راح تفرز الميتابولايت، راح نشوف. فش ممكن تعطي سكرتري دياري تفرز فشي اسمه عفوا في اي بي فازو اكتيف انتستينال بيبتايد. زين الفازو اكتيف انتستينال بيبتايد شي يسوي؟ يروح للانتستين يسوي دياري، سكرتري دياري. sweating ليش؟ لأن ذني شنو؟ لأن this is كأنه تخيلوه sympathetic nervous system وجاي يتفعل، فيصير sweating ويسوي في الشيء كلش مميز اسمه obsoclonus myoclonus syndrome. شنو هذا obsoclonus my dancing eye dancing feet syndrome؟ الآي شنو تصير بيها حركة شون النستاغمس dancing eye، والفيت همينة حركة كأنه شون الكوريا والأثيتوسز وذني، يعني فت حركات abnormal، abnormal movement. ليش؟ دي يصير immune reaction على السيربيلم، لأن إحنا نعرف هذا this is a neural crystal، يعني هو إلها علاقة بالنيرف تيشيو ومنها السيربيلم، كأنه دي يصير reaction على السيربيلم، وهذا دي يسوي لك abnormal movement. عارف السيربيلم مسؤول عن coordination of movement، راح يسوي لك abnormal movement كأنه شنو؟ كأنه nystagmus، كأنه مايوكلونس أوبسوكلونس مايوكلونس، وهذا كلش مميز حتى يفرق لي عن النفروبلاستوما اللي هي الوالمز اللي ما يصير بيها هالشي. زين زين early studies طبعا هسه هذا خل أشوفكم هذا الحكي. ذولا إذن هسه هذا تقريبا أخذنا فكرة عليهم، ذولا النيوروبلاستوما شلون راح يجون؟ راح يجون ممكن فيلر تو ثرايف ويت لوست، ممكن يجون حتى فيفر، قلنا ذولا يجون بارانيوبلاستيك سيندروم، ممكن نوزيا فوميتينج، ممكن يجون هايبرتنشن مايلد فورم اوف هايبرتنشن. طبعا هنا احنا نعرف انه الادرينال ميدلا، هسه الادرينال ميدلا هي تو تيومرز مشهورات بالادرينال ميدلا، بالاطفال النيوروبلاستوما، بالادلت الفيوكروموسايتوما. الفيوكروموسايتوما ذيك مشهوره بالهايبرتنشن، الهايبرتنشن بالفيوكروموسايتوما في شيء مشهور ومعروف. النيوروبلاستوما رير اللي تسوي، واذا سويت تسوي لي مايلد، لان الميتابولايت اللي تفرزها يعني مو ذيك بقوه الميتابول، يعني شو اسمه الميدييترز اللي تفرزها الفيوكروم، هاي ممكن تسوي بس مايلد فورم. وقلنا ممكن يجي بالابدومين، وحكينا شنو يجي، عباره عن ماس ذات كروس ذا كان كروس ذا ميد لاين،
زين ممكن يجي abdominal distension and pain, constipation بسبب البرشار, hepatomegaly, ممكن تجي بالchest وبالneck, neck and chest شيجون ذولا, Horner syndrome, spinal cord compression. زين ممكن تجي على شكل ميتاستاسز. هاي الميتاستاسز مالتها في شيء كلش مميز, تروح للاوربت اوف ذا اي, للاوربت اوف ذا اي. اذا الميتاستاسز تو ذا اوربت على شكل هاي, شلون الراكون اي, اذا تذكرون الراكون اي او الباندا اي وين نشوفها؟ نشوفها بالفراكتشر اوف ذا بيس اوف ذا سكال. بس ديش تجي بايلاترال, هاي يونيلاترال. اذا من نشوف يونيلاترال راكون اي تفكر لو تروما لو يجوز ميتاستاسز. واحدة من الأشياء اللي يسويها نيوروبلا إذا طفل عنده peri orbital ecchymosis راكون آي unilateral يفكر بال شي يسموها هذي, وممكن يسوي bilateral بس يعني حسب السبريد مال التيومر. ممكن تجي أنيميا لأن تروح للبون مرو, بون بين تروح للبونز سبريد, وحتى للسكن هاي بعض الأماكن اللي تروح لها نيوروبلا استوما. طبعا تجي دياريا وأوبسوكلونس مايوكلونس سندروم, حتى اتاكسيا ممكن تجي. ليش؟ لان السيربلم جاي ينضرب. زين راح نشوف انه يابا هذه early studies that may help identify patient with neuro include complete blood count. طبعا ليش نسوي له complete count؟ لان يجون انيميا maybe. الانيميا ممكن due to شنو؟ ممكن انيميا due to بون مارو انفيجن, تروح للبون مارو تسوي لك بون بين مثل ما حكينا, وانيميا بون مارو انفولفمنت بالبون مارو بلين فورمز. هاي مميزة بيها الكالسيفيكيشن within the tumor on plane. هاي اذا الكالسيفيكيشن هنا ليش ركزت على الكالسيفيكيشن؟ لان راح يفرق لي اياها. راح نشوف النيوروبلاستوما شو تسوي, تسوي لك كالسيفيكيشن. وين هنا فشي مميز بها الكالسيفيكيشن. شوف النيورو بلاستوما كالسيفيكيشن and hemorrhage on the CT scan. هذا يصير بالنيورو ما يصير بالوالم, بالوالم ما يجي بالوالم. فهاي كلمة كالسيفيكيشن ليش دا أركز عليها؟ يفرق لكم إياها عن شنو؟ عن الوالمز تيومر. 90% من عندهم produce then الكاتيكول. شوفوا أكثر شيء تفرز then الميتابولايت الفانيلي الماندليك ان هومو. لذلك الهايبر يعني ما تفرز كلش هوايه ابينفرين ونور ابينفرين, ادرينالين ونور ادرينالين, ما تفرزها هواي. تفرز ذوله وذوله تيومر ماركرز اكثر, يعني تفرز الميتابولايت. فالهايبر تنشن يكون عندهم مايلد, يعني ما تفرز ذولاك الكبار اللي يسوون يرفعون الضغط. فانيلي الماندليك ان هومو فانيليك اسيد اذا ممكن يسوي هايبر تنشن لكن مايلد فور. إذن دولة كلش مهم إنه هو هذا إنه شنو دولة التيومر ماركرز دولة الفانيلي الماندليك أسوي له تيست. واحدة من الأشياء اللي أسوي له حتى أكشف عن النيوروبلاستوما هو أسوي له يورين, وباليورين ألقذن الفانيلي الماندليك أسيد وهومو فانيليك أسيد. لكن إذن أشياء هسه تساعدني بالدياغنوز إذا كومبليت بلاد كاونت, وأسوي له إكس راي أو سي تي سكان أوف ذا أبدومين على مود ادور على الكالسيفيكيشن, وراح اسوي له اليورين تيست حتى القذني. ديفينيتيفلي هو طبعا لازم بايوبسي. زين تشيو فور لايت مايكروسكوبي الكترون واميون هيستو, يعني اسوي له مايكروسكوبي الكترون مايكروسكوبي اميون هيستو هيستولوجيك اكزامينيشن. ممكن شنو الاشياء اللي ممكن اسويها؟ جينيتيك ستدي, هاي مهمه جينيتيك ستدي بالنيوروبلاستوما. ادور على الان مايك او الام اي ان مايك. هذا الان مايك زين او مايك ان او الان مايك هذا مهم. هذا اتس ا تيومر بروتو اونكوجين, يعني تيومر بروموتينج جين. هذا مهم لان هذا اذا ذولا كان عندهم بوزيتيف فيعتبرون هاي ريسك على مود البروجنوسيس. راح نشوف راح نقسمهم الى لو ريسك وانترميديت وهاي ريسك. اذا عندهم هذا الان مايك فيكونون شويه هاير ريسك بورر بروجنوسيس لان ذيس از ا تيومر promoting gene يعني proto oncogene يعتبر. فهذا على مود البروجنوسيس راح نشوف حتى يفرق لي بالتريتمنت. فشد الدزم ذو لازم الدزم سي تي سكان على مود الكالسيفيكيشن للتشست اديز للابدومين للبلفس حسب السسبشن وين اللوكيشن. ممكن بون سكان لانه هاي تحب تروح للبون والبون مرو وتسوي انيميا وما انيميا.
زين فمرات نضطر حتى نسوي بون مارو اسبيريشن اند بايوبسي وادزي يورينري كاتيكولامين حتى. زين بعد ممكن اكو شيء كلش مميز ان هي هاي شلون بالثايرويد عندنا راديو اكتيف ايودين. الثايرويد شو تحب تاخذ؟ الراديو اكتيف ايودين هاي تحب تاخذ فد كيميكال او بريكيرسر اسمه ميتا ايودو بنزيل جوانيدين. هذا الام اي بي جي او المبج تاخذه هي تحبه كابتيك شلون الثايرويد تاخذ هاي. فممكن اسوي له فد سكان خاص على مود شنو؟ على مود الميتاستاسيس، اشوف وين ما اكو ابتيك لهذا الميدييتر معناته اكو ميتاستاسيس. الام اي بي جي اسكان او الميبج اسكان النيوروبلاستوما. طبعا بس بعدين من ناخذ الورم نحكي لكم على المقارنه، بعد لازم نحكي لكم هواي اشياء الدكتور حكاها بس ما موجوده هنا بالحقيقه اللي هي الستيجنج مال الديزيز، فلازم اضيف لكم هاي بالحقيقه. الستيجنج ان جنرال يعني بسرعه لانه هو ما موجود بالمحاضره، بيها فشي كلش مميز بالستيج هسه نحكي انه ستيج وين هو لوكالايزد تيومر. زين وماكو ماكو لينف نود لوكالايزد وماكو لينف نود ستيج 1 والاكزيشن راح يكون كومبليت، اقدر اسوي له كومبليت اكزيشن. ستيج 2 بي اي وبي الاي هم لوكالايزد تيومر بس ما اقدر اسوي له انكومبليت، ما اقدر اسوي له كومبليت اكزيشن يعني شويه اكبر. ستيج 1 لوكالايزد واقدر اسوي له كومبليت اكزيشن. ستيج 2 اي هم لوكالايز بس ما اقدر اسوي له كومبليت اكزيشن. والليمف نود نيجاتيف بيهم اثنينهم، بي بوزيتيف ليمف نود ابسي لاترال ليمف نود بوزيتيف تمام 2 بي. ستيج 3 لا هذا ان ريسكتبل طبعا. زين ذولاك كلهم كانوا ريسكتبل بس يعني انكومبليت اكزيشن بالاثنين، وهذا كومبليت اكزيشن. ستيج 3 هذا كروس ذا ميد لاين، كروس ذا ميد لاين. اذا ستيج 3 هسه ستيج 1 فشي لوكالايزد واقدر اسوي له كومبليت اكزيشن والليمف نود نيجاتيف بالستيج 1. ستيج 2 هم نفس الفيتشرز بس ما اقدر اسوي له شو اسمه، ما اقدر اسوي له كومبليت اكزيشن يعني تبقى شويه، فيحتاج مثلا كيموثيرابي راديو بهالصوره تبقى بعض الريزيجوالز. ستيج 2 بي نفسهم بس شنو بوزيتيف ليمف نود. ستيج 3 هذا انريسكتبل ليش؟ لان كروس ذا ميد لاين. زين وممكن حتى الليمف نود تكون كونترالاترال مو ابسي لاترال، كونترالاترال ليمف نود بالستيج 3. زين ممكن يكون بالميد لاين وحتى بي باي لاترال انفولفمنت منا ومنا يعني يعني شلون باي لاترال اكستنشن كانه. ستيج 4 هذا ميتاستاسيس وايد سبريد ديسيمينيشن تو ذا ديستنت ميتاستاسيس و تو ذا بون تو ذا ليفر. زين فيعني واضح هسه ستيج 3 من يعبر الميد لاين ويصير يروح للكونترالاترال ليمف نود هذا ستيج 3. ستيج 4 ديستنت ميتاستاسيس تمام. ستيج 2 بي ابسي لاترال ليمف نود ار بوزيتيف. زين واحد واثنين اي لا والله لوكالايزد وحباب وزين، الفرق انه 2 اي شويه ما اقدر اشيله كومبليتلي هذا الفرق. ذولا كلهم اكثر شيء مميز هو الستيج 4 اس. شنو هذا الستيج 4 اس؟ هو ستيج نشوفه بالانفنت بالصغار كلش اللي هم يعني 3 اشهر 4 اشهر جوا ال 12 شهر يعني هذول تلقاه يعني هو يعني واي سبريد ديسيمينيشن تو ذا سكين تو ذا ليفر تو ذا بون مارو وبالانفنت وتشوفه منتشر بالسكن ليفر وبون مارو بس هو كلش قد بروجنوسز يصير بي سبونتانيوس ريجريشن. ذول سبونتانيوس ريجريشن از يعني عاده هو اللي يصير عندهم. فهذا 4S هو يعني ديسيمينيتد تيومر لكن تلقاه شنو شو اسمه سبونتانيوس ريجريشن وقد. طبعا التريتمنت ما راح اتعمق لكم بالتريتمنت لان ما موجوده، لكن انا لازم اقسمه الى لو ريسك اللي هم الايرلي ستيج ستيج 1 و2 والان مايك ميوتيشن نيجاتيف. انترميديت اللي هم شنو هم الانترميديت اللي هم 3 و4 بس ما عندهم ان مايك. زين اما الهاي ريسك من هو؟ هذا اللي هو عنده ان مايك امبليفيكيشن هذا هاي ريسك
واللي يكون كلش ادفانسد ديسيمينيتد هذا هاي ريسك، بينما الفور اس هذا اكسبشن هو ديسيمينيتد بالانفنت لكن جود بروجنوسيس بيتر بروجنوسيس يعتبر. سبونتانيس ريجريشن از فيري كومن، فالفور اس اعتبره لو ريسك، لو ريسك او انترميديت ريسك يعتبر. لكن اي واحد يصير بي ان مايك بوزيتيف فراح يصير شنو يعتبر هاي ريسك. تمام، هذول شلون التريتمنت؟ هذول جماعه الفور اس ممكن اوبزرفيشن اونلي، اذا ممكن انا عندي خيار الاوبزرفيشن اونلي بال شنو بالانفنتس اللي يكون حتى لو كان وايد سبريد هم لان يصير سبونتانيس ريجريشن بي، فممكن اوبزرفيشن ممكن امطي شنو اسوي بري اوبراتيف كيموثيرابي وسيرجري. هذول الارلي ستيجز السيرجري تعتبر كيوراتيف لهم، فاعطيهم كيموثيرابي قبل السيرجري حتى اخفف التيومر وراح اسوي لك كومبليت اكزيشن بالسيرجري. لا والله انترميديت وهاي ريسك هم اسوي سيرجري زين، بس لازم اتبعها راديشن كيموثيرابي بعدين. مرات حتى هذا المبج مو بس استخدمه كدايجنوز، ممكن استخدمه كتريتمنت بالادفانسد ستيجز. فعلي تريتمنت ما اتعمق لكم بيها ليش لان ما موجود. خلصت النيوروبلاستوما، نجي للوامز. هذول يجون الوام تيومر عمرهم عادة 2 إلى 5 سنوات، مو مثل ذاك يجي جوا السنة والسنتين، لا هذا 2 إلى 5 سنوات عادة. عادة incidental discovery by an asymptomatic mass by the parents while bathing or clothing an infected children or by a physician during a routine exam. ذولي ممكن incidental finding الأمية تلقف التيومر تسبحة مثلا تلبسه ملابسه حسيت فت ماس ابدومينال ماس. طبعا نيفروبلاستوم هذا تيومر اوف ذا بالكيدني، من الكيدني يطلع زين. مرات نلقاه حتى كوايت لارج ار بريزنتيشن، يعني يبدي البريزنتيشن هي لارج من البدايه. ليش؟ لانه احنا نعرف ان الكيدني از ريتروبريتونيال اورجان، ف ممكن هي شنو اكو ماس وهاي الماس ما بيها أعراض، تكبر يعني كل شو هواي يلا تبدي تسوي بريشر إفكت لين بالريتروبريتونيوم، فلازم تكبر هواي يلا تبين السيمتومز مالتها. زين functional defect impaired organs like the kidney with good functional are also unlikely to be detected early. طبعا إذن هاي ليش عادة راح تيجي الوالمز تيومر عادة من يجي late presentation؟ ليش؟ واحدة منه إنه هو retroperitoneal وبالتالي الماس تكبر وهو يلا تبدي تبين الأعراض. هاي واحدة. الشغلة الثانية إنه إحنا هاي هي يعني الأثر مالتها على الكيدني، هسه هي tumor of the kidney ممكن يسوي compression على الكيدني structures ويجي renal failure. يقول لك هذا هم يجي late ما يجي early. ليش؟ لأن الكيدني is a paired organ، عندنا 2 kidneys هنا، فحتى إذا واحدة من الكيدني انضربت فممكن الثانية تعوض، إلا إذا إجا bilateral. من يجي bilateral راح يجي early presentation، على اعتبار راح يجي early renal failure لأن bilateral مثلا. لكن إذا جا يوني لاترال الكيدني الثانية تعوض، فالفنكشنال امبيرمنت بالكيدني والجي اف ار والرينال فيلر ما يجي ايرلي، يجي ليت، يعني unlikely to be detected early. ذولا هايبرتنشن از مور كومن، هذا يجي هايبرتنشن اكثر. الهايبرتنشن هنا ممكن بسبب انه هذا الكيدني التيومر يكبر ويضغط على الرينال ارتري، فيجي رينال ارتري كانه رينال ارتري كومبريشن على رينال ارتري ستينوسيس، وهذا يسوي لك هايبرتنشن. وممكن يجي بسبب الشنو تفرز رينين، هاي راح نلقاه ان 25% اوف تيومر. اذا الهايبرتنشن هير از مور كومن، وهذا اصلا ون اوف ذا يعني ديفرنشيتنج، يعني انه الهايبرتنشن بالنيفروبلاستوما شوفوا مور كومن، بالنيوروبلاستوما ريرلي قلنا ممكن ويسوي مايلد، بينما هنا الويلم تيومر الهايبرتنشن مور كومن هير. زين 25% من التيومر ليش؟ لان يفرز رينين برودكشن، اذا كانه تفعل الرينين انجيوتنسين الدوستيرون، وايضا تسوي اسكيميا باي ذا بريشر فروم ذا تيومر اور ذا رينال ارتري.
But the etiology remains unknown. إذا ليش دا يصير hypertension؟ شغلتين. هم تفرز الرينين فتفعل الرينين angiotensin aldosterone system. وهم هي تضغط على الرينال artery. والرينال artery ونحن نعرف أي ischemia to the kidney هي تفعل الرينين angiotensin aldosterone. فمفعل الرينين angiotensin aldosterone بـ two mechanism. إفراز الرينين والcompression. فhypertension 25 each. لا. يعني rarely أو mild تسوي لك mild أو rare. ليش؟ لأنه هي يعني تفرز الفانيلين ماندليك وهومو فانيليك أسيد اللي هما مو كلش أكتف بأنه يسوون hypertension فأقل يعني تسوي بس أقل. ممكن يجون abdominal pain بس هي عادة incidental discovery لأن قلنا إحنا تكبر كلش هواية الله تسوي أعراض. إذن hypertension in 25% 15 إلى 25 عندهم هي ماتشوريا يصير هيمرج وهي ماتشوريا زين وممكن يصير رابد انلارجمنت ان انيميا اوكر از ا ريزلت اوف بليدنج انتو ذا بارينكايما اور ذا بيلفس. مرات يصير هذا التيومر يصير بيه هيمرج فهذا الهيمرج ايش يجي راس الرابد انلارجمنت تيومر يكبر راسا وانيميا تزداد الانيميا عندهم. طبعا اكو اشياء يعني ما راح اتعمق بيها بالوالمز تيومر على اعتبار ما اخذيها بالجراحه. فإذا تذكرون الآن بالجراحة البولية حكيناها إنه مرات يصير بـ extension into the inferior vena cava in 4 to 10% وممكن يصعد لي فوق يروح to the lung يروح حتى to the right atrium ويا الـ inferior vena cava يصعد لي فوق to the right atrium. وقلنا ليش يجون أنيمي أنيمي يجي هنا الأنيمي ليش ممكن يجي ممكن بسبب الـ bleeding الهيماتوريا ممكن بسبب شنو أنيمي of a chronic disease ممكن يجي انيميا بسبب الرينال انفولفمنت لان رينال فيلر ما رينال فيلر وممكن يجي بوليسايثيميا. اذا هذا قد يجي انيميا قد يجي بوليسايثيميا. ليش بوليسايثيميا؟ بارانيوبلاستيك سيندروم مرات هو يفرز اللي تيومر يفرز اريثروبويتين فشي يصير يسوي بوليسايثيميا. بليتلت نفس الشيء ثرومبوبويتين يفرز يجي elevated بليتلت هذا بارانيوبلاستيك سيندروم يجي acquired deficiency of von Willebrand or factor. إذن مرات يأثر حتى على الكواجيليشن كاسكيد. ليش بارانيوبلاستيك هذا هو الوالمز تيومر. بعض المقارنات هاي حتى بعد ما تنسوها إنه يابا نيوروبلاستوما associated with what obsoclonus myoclonus syndrome dancing eye dancing feet. وقلنا هذا immune reaction على السيريبيلم هذا نيوروبلاستوما. والمز تيومر associated with what يا سندروم واجر سندروم and بيجويث ويدمان سندروم. شنو ذن الواجر والويجمان بيجويث ويدمان سندروم؟ الواجر سندروم هو مختصر لوالمز تيومر ان اي ريديا absence of the iris of the eye وجينيتو يورينري ابنورماليتيز يجون ذولا عند سندد تيستز وغيرها وانتلكتشوال ديسابيليتي. اذا الواجر الدبليو هو ويلم الاي هي ان اي ريديا الجي هو جينيتو يورينري ابنورماليتي والار اللي هو الريتارديشن المنتال ريتارديشن. زين طبعا هاي المقارنات وكل الدكتور كان حاكيها ترى بالمناسبه يعني بس مو شوفوها صعبة عليكم هاي بس هي موجودة احكاها الدكتور بالمحاضرة تفيدكم. إذا يابا ال Wilms tumor associated with Wager syndrome Wilm and iridia genitourinary و mental retardation وممكن بالبيجويث ويدمان. شنو هذا البيجويث ويدمان؟ ماكروغلوسيا أمفالوسيل أنهيمي هايبرتروفي. ذولا يجون شون ال ايش الماكروغلوسي يعني التانج يكبر. زين التانج يكبر هذا بصراحه انا مره يعني سامع عنه شيء انه ليش يصير هيك له علاقه بالانسولين كانه الانسولين يكثر عندهم. زين حتى اعتقد يصير عندهم هايبوغلايسيميا او شيء. فنعرف ان الانسولين انابوليك فممكن ممكن شنو يسوي اكسسيف جروث من هذا الجروث اللي يصير هو growth بالتنغ ماكروغلوسيا. فيشبه شون other diseases اللي يسوي ماكروغلوسيا هي الهايبوثايرويدزم for example. فيجي هذا السندروم بيجويث ويدمان هذا النفروبلاستوم. إذن اللي هي الوالمز بالواجر بالبيجويث ويدمان.
النيورو كروس ذا ميد لاين، هاي مهمه النيورو بلاستوما. This is does not cross، بس تجي ممكن تجي هي بايلاترال اصلا fixed on immobile neuro، بينما هذا ممكن شنو ممكن displaced تصير. النيورو fixed on immobile ثابته ما تتحرك، بينما هاي ممكن يجي constitutional symptoms اكثر النيورو بلاستوما من هنا not common، اللي هذن الفيفر والفيلر تو ثرايف والفتيغ وما فتيغ وذن الفيتشرز اللي تصير كونستيتوشن. شوف شلون النيوروبلاستوما مرات يسموها سيمباثيتوما، زي سيمباثيتوما شوف شلون عبر الميدلاين، بينما هاي داز نوت كروس، بس ممكن تجي ممكن تجي بايلاترال. كروس داز نوت كروس. شوفوا النفروبلاستوما الوالمز مين تجي؟ تجي من النفرون يعني من الكدني، وقلنا ويا الوالم تيومر. والتشيلدرن شنو عادة؟ عادة 2 إلى 5 سنوات بالكدني زين، بينما ذول سنة إلى سنتين يعني جوا السنتين عادة النيوروبلاستوما زين. الوالم تيومر associated with اللي يعني نيوروب العفو الوالمز تيومر اللي هي النفروبلاست يا تيومر ميوتيشن، هو اسمه والم تيومر ميوتيشن، بينما النيوروبلاستوما يا ميوتيشن ان مايك ميوتيشن. يعني هاي بعض الفروقات اللي تساعدكم. قلنا هاي بالادرينال ميدلا اللي هي نيوروبلاستوما بارا سيرفايكل بارا فيرتبرال زين، اوبسو كلونس مايو كلونس مثل ما حكي. والهايبرتنشن مايلد ممكن rarely may cause it، بينما هنا بالعكس الوالم تيومر يسوي هيماتشوري يسوي هيماتشوري هايبرتنشن. اذا هيماتشوري هايبرتنشن تفكر بالنفروبلاستوما بالوالم تيومر، ليش؟ لان هو هذا تيومر بالكدني فممكن يسوي هيماتشوري، النيوروبلاستوما لا بالادرينال ميدلا فما يسوي ما يسوي هيماتشوري. النيوروبلاستوما ما تسوي هيماتشوري، بينما النفرو تسوي هيماتوريا تسوي هايبرتنشن مور كومن. وقلنا ذني الاسوسيشن. بعد الكالسيفيكيشن نلقاها بالنيورو ما نلقاها زين، كلش النيوروبلاستوما تحب تروح للبون مارو للليفر، بينما الوالم تيومر وين يحب يروح؟ يمشي ويا الانفيرير فينا كافا ويصعد ممكن يروح لللانج بولمينري ميتاستاسيس زين. هاي حتى فروقات قلنا انه الكونستيتوشنال سيمتومز مثل الفيفر الويت لوس وين نلقاها بالنيوروبلاستوما اكثر من النفرو من الوالم زين. بعد الكالسيفيكيشن نلقاها بالنيوروبلاستوما اكثر من النفرو. الميبج سكان بالنيوروبلاستوما ما نلقاها بالنفرو بالوالم تيومر. الكاتيكول امان نلقاها بالنيورو ما نلقاها بالنفرو. بالتوفيق.